قبل أن نبدأ التعديل على الانترو، أدعوك إلى الاشتراك في القناة للمزيد من الانتروهات والعديد من التعديلات على برامج الفوتوشوب وطرق العمل على الانترنت. لذلك أدعوك إلى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الضغط زر لايك للفيديو لتدعمني لنشر كل جديد. نبدأ على بركة الله. أولا هذا الانترو بهذا الشكل، هذا الانترو الثاني سوف تجده. بعد ذلك تقوم بفك الضغط على الملف بهذا الشكل لتلاحظ وجود ملف الساوند والفيديو. إذا كانت ليس لديك برنامج سوني فيجاس وملف لسوني فيجاس ليظهر معك العمل بأكثر احترافية، دائما كما جرت العادة أتي إلى هذا الشريط بهذا الشكل بالعجلة الموجودة على الماوس، أضغط على هذا الخيار هكذا. بعد ذلك تكتب الاسم الذي تريده، على سبيل المثال هذا البرنامج من أجل الكتابة باللغة العربية، لأن السوني فيجاس سوف تأتيك مقلوبة إذا كتبت مباشرة بالعربية. بعد ذلك أضغط تحويل بهذا الشكل، أنسخ هذا النص كوبي، سوف أترك كل الروابط التي تحتاجها أسفل الفيديو بهذا الشكل. بعد ذلك هكذا. بعد ذلك تأتي إلى فايل رندر أز لتختار الصيغة والاسم وأين يحفظ الملف. على سبيل المثال سوف أترك 4:0 MP4، اكتب على سبيل المثال AN intro، اختار الصيغة MP4، الجودة 720 او يمكنك جعلها 1080 كيفما تريد. بعد ذلك تضغط render بهذا الشكل. شاهد معي الانترو، فقط كما سبق وأشرنا من أجل أن تقوم بتقليل السايز مرة أخرى تأتي به إلى برنامج الكانتازيا وتأتي بأوبن بهذا الشكل ديسكتوب وتقوم بجلبه سحبه بهذا الشكل وتقوم بعمل رندر له ببرنامج الكانتازيا نيكست نيكست. وشاهد معي الفرق كيف تصغر حجم الملف بشكل كبير وكبير جدا. لنقوم بعمل الأمر في كل مرة، فقط اذهب إلى الانتروهات السابقة في البلاي ليست وسوف تشاهد الدليل بنفسك. للذين لا يعرفون القناة، أما المشتركين القدامى فهم يثقون فيما أنشر، والحمد لله. شكرا على حسن المشاهدة. مرة ثانية لايك للفيديو، تعليق تحفيزي، واشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة ثقافة ومنوعات. سلام.